بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الانرفيشن اوف ذا فيس. احنا قلنا الانرفيشن الماسلز سبلايد باي ذا سيفن سكرينيال نيرف اللي هو الفيشيال، والسنسيشن بالفيفث سكرينيال نيرف، يعني 5 و7. هنتكلم عن 7 دلوقتي، اللي هو طالع من الاول فين، من في البرين، في حاجه اسمها السيريبيلو بونتاين انجل، اللي هو ادي البونز اهو، وادي المظلة، ده جزء من المخ. بعد كده ده اسمه انتراكرينيال بارت اوف فيشال نيرف، مش هنتكلم عنه كتير. هيدخل من الانترنال اكوستيك ميتس عشان يدخل التمبرال بارت، التمبرال بون، وهيمشي في كورس معين كده هوريزنتال، وبعدين دايركت دايركتلي داون ووردز في جوه سبيشال كانال اسمها الفيشال كانال. ده اسمه انترا تمبرال بارت، وده بيدي طبعا برانشز فيها ملناش دعوه بيها دلوقتي، لكن اللي يعنيني اول ما يطلع بقى من الستايلوماستويد فورامين، عشان الجزء ده بقى اللي هنتكلم عنه اللي بعد ما يطلع من الستايلوماستويد فورامين اسمه اكسترا كرينيال بارت، وده اللي هيديك كل البرانشز دي. ده ادي الكورس بتاعه، ادي الفيشيال نيرف. طيب يبقى هو اول ما طلع هنا اللي هو الاكسترا كرينيال بارت ده، دخل اداني برانش اسمه بوستيرور اوريكولر، وبرانش للدايجاستريك، وبعد كده ادى الفايف تيرمينال برانشز اللي هم التمبرال والزيجوماتيك والبقل، وبعد كده المانديبولر، وبعد كده السيرفايكل. دول اسمهم فايف تيرمينال برانشز، وطبعا ده الاول بيطلعوا هم هو لسه في البروتيد جلاند، وبعد كده بيطلع على الانتيريور بوردر واللور اند اوف ذا بروتيد جلاند. يبقى انا بفتكره ازاي بقى البرانشز دي؟ تي وباخد الزي للزيجوماتيك، والبكال بي، مانديبلر ام، والسيرفايكل سي. في جمله كده عشان نفتكرها بنقول عليها تو زنزبار باي موتور كار، عشان نفتكر بس اسم التوت الفايف تيرمينال برانشز اوف ذا فيشال نيرف. طبعا احنا دلوقتي عايزين نشوف هو، او بصوا يعني عايزين نشوف هو بيغذي ايه بالظبط. طبعا كل العضلات بتاع الفيشل اكسبريشن شايفينه الاول وهو داخل جوه المعمول منقط ده، الستايلوماست الفيشل نيرف اتسلف والبرانشز بتاعته. هو طبعا بيتقسم لابر ولور برانش، وبعد كده تقسم الابر لثلاثه واللور لاثنين. الخمسه برانشز في الاخر بتكونوا جوه البروتيد جلاند، عشان في الاخر هيدي كل العضلات دي اللي احنا لسه قايلينها، الاوكسيبتو فرونتاليز والاوكيولار جروب اوف ماسلز والنيزل جروب والاورال جروب اوف ماسلز، من ضمنها الاوربيكولاريز اوريز والاوربيكولاريز اوكيلاي والاوكسيبتو فرونتاليز والباكسينيتور. اهي كل دي العضلات اللي احنا وقلنا العضلات الصغيرة التانية اللي هي مسؤولة عن الفيشل اكسبريشن. طيب ده بالنسبة ليه. طيب نتخيل بقى لو هو حصل له باراليسيس الفيشل نيرف ده، الاكسترا اوكولار بارت، لو حصل له انجري من اول هنا، يعني ملناش دعوة هو لسه طالع وبيدي ايه، لكن كل ده هيبقى انتاكت. لكن لو حصل انجري او ايديوباثيك باراليسيس، مشكلة حصلت بسميها ايديوباثيك باراليسيس، بتبقى اسمها بيلز بولسي. هنشوف هيعمل ايه في نتيجة الباراليسيس اوف فيشال ماسلز. طيب يبقى البيلز بولسي ده عبارة عن ايديوباثيك باراليسيس بدون سبب، يعني ايديوباثيك باراليسيس اوف ذا اكسترا كرينيال بارت اوف فيشال نيرف، يبقى هيأثر بس على العضلات، هيحصل باراليسيس للعضلات او باريسيس، ضعف يعني او شلل في الناحية اللي فيها العضلات بتاع الفيشال اكسبريشن بس. طيب اللي هي في الشخص ده، السبجكت ده اللي هي الفيشل نيرف هنا، هو اللي فيه مشكلة او بارالايزد. طيب ايه العيان هيشتكي من ايه، او احنا هنشوف ايه برضو؟ اول حاجة العيان مش هيقدر يرفع الاي براو، he cannot raise on the side of the lesion، لانه طبعا هو هيبقى على ناحية مش سليمة والناحية التانية سليمة، فالاي براو هنا مش هيقدر يرفعها. مفيش كورجيشن، مش هتتني، مفيش الايه التجاعيد اللي بتبقى في الجبهة دي لما الواحد يرفع حواجبه لفوق. حاجة تانية نتيجة ده نتيجة للايه، الباراليسيس اوف فرونتاليز بارت اوف ذا اوكسيبتو فرونتاليز على الناحية هنا في السبجكت ده على اليمين. طيب
الاوربيكولاريز اوكيولاي، مش هيقدر يقفل عينه، he cannot close his eye، هتبقى العين مقفولة على مفتوحة على طول، ودايما بيحصل دريبلينج للتير، التير بينزل لانه العين مش بتتقفل ولا في بلينكينج ولا اي حاجة، مش قادر يقفل. الحاجة التانية هنا الباكسينيتور لما تبقى بارالايزد هيبقى في العيان هيشتكي من accumulation of food. الحاجة التالتة ان هو مش هيقدر يقفل بقه كويس عشان الاوربيكولاريز اوريز. loss of nasolabial fold اللي هو موجود هنا نتيجة لعدم وجود التون، العضلات بارالايزد فما فيش التون بتاع العضلات. الحاجة التانية دروبينج هنا للايه للانجل اوف ذا ماوس. نفس الوقت لما بيجي سمايل تلاقي البق اتعوج للناحية الايه السليمة، لانه العضلات بتشد هنا ناحية السليمة، هتلاقي الكورنر بتاع الماوس ديفييتد تو ذا ساوند سايد، الناحية السليمة، عشان ما فيش عضلات اوبوزنج هنا توازيها او تضادها. طيب يبقى كمان لما اسأله انه ينفخ بقه هيلاقيه مش قادر يقفل على الفم. طيب ده اهم حاجة يعني مبدئيا كده ان بريف، يعني ده عكس لما نقول ايه الديستريبيوشن بتاع الفيشل نيرف. يبقى احنا كده لما عرفنا الديستريبيوشن من العكس ان هو الباراليسيس اوف فيشل نيرف. لما نيجي بقى نتكلم عن لما نيجي نتكلم عن السنسوري سبلاي اوف ذا فيس، يبقى الفيفث كرينيال نيرف. الفيفث كرينيال نيرف، الفيفث كرينيال نيرف اصلا ده طبعا انترا كرينيال، وهيتقسم بيديني ثلاثة أقسام رئيسية اللي هو الأوفثالميك والماكسيلاري والمانديبولار. طبعا بيدي برانشز كتيرة وفي الآخر بيبقى بيدي سنسوري برانشز. إيه زي ما احنا شايفين الـ upper part of the face is supplied by the ophthalmic branch of trigeminal لحد كمان نص إيه لحد نص السكالب، وبعدين الـ middle third of the face supplied by the maxillary branch of trigeminal. السي ان دي اللي هي كرينيال، وفي اللي هو برانش السكند برانش اللي هو الماكسيلاري نيرف، بعد كده اللور بارت اوف ذا لور ثيرد اوف ذا فيس سبلايد باي ذا كرينيال نيرف نمبر 5 البرانش نمبر 3 اللي هو المانديبولر. يبقى اوفثالميك ماكسيلاري مانديبولر ما عدا الحته دي بس اللي هي تحت الاير واوفر ذا بارت اوف ذا انجل اوف ذا مندبل، المقابلة للانجل اوف ذا مندبل والريمس اوف ذا مندبل دي سبلايد بحاجة تانية غير الكرينيال نيرفز خالص، بالسيرفايكل سي 2 و3 اللي هو السباينال نيرف، يعني جاية من السيجمنت رقم 2 و3، والنيرف ده بسميه جريت اوريكولار نيرف. يبقى دي حتة مهمة جدا جدا وبنسأل فيها. يبقى السبلاي اوف ذا فيس 7 فيشيال و5 سنسيشن، 7 موتور فيشيال موتور سبلاي فور ذا فيشيال اكسبريشن، و5 للسنسوري ما عدا حته اللي هي الجريت اوريكولار نيرف، نحفظها كده اهو. كده احنا قلنا ملخص سريع جدا للنيرف سبلاي اوف ذا فيس.